العمل على تعزيز قدرات الدوله المصريه في هذه الصناعه اطلقت وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجيه مصر الرقميه لصناعه التعهيد حيث نشهد اليوم جني ثمار الجهود المبذوله في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجيه الطموحه والان ندعو المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات ليلقي كلمته فليتفضل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحضور الكرام. بداية أحب أن أرحب بالساده ممثلي 29 شركة من كبريات شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وأحب أن أشكرهم على ثقتهم واختيارهم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. وعلى ثقتهم في قدرات شبابنا ومهاراتهم الذين هم ثروه مصر الحقيقيه. وفي البدايه ايضا احب ان استعرض محاور عمل هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات والتي ترتكز على ثلاثه ركائز. الركيزه الاولى وهي تنميه الاسواق والتي نعمل فيها على جذب الاستثمارات الاجنبيه. وتصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات من مصر إلى العالم وتشجيع الشركات المصرية على تصدير منتجاتها وخدماتها وقد بلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي المنصرم 4.9 من عشرة مليار دولار كما قمنا بتدريب حوالي 220 ألف شاب في, نفس في العام المالي الحالي المحور الثاني وهو رعاية الإبداع والشركات الناشئة وينمو هذا القطاع نموا مطردا حيث بلغت الاستثمارات في هذا القطاع في عام 2020 حوالي 190 مليون دولار ثم في عام 2021 490 مليون دولار ثم في العام الحالي حتى تاريخه حوالي 590 مليون دولار كما تم احتضان حوالي 570 شركة ناشئة مقابل 273 شركة ناشئة في العام الماضي. والمحور الثالث هو تنظيم المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني حيث بلغت عدد الشهادات المصدرة سنة 2020 حوالي 8000 شهادة ثم قفزت إلى 55000 شهادة عام 2021. ثم 114 ألف شهادة حتى تاريخه من العام الحالي كما نمت عدد المعاملات من 3 مليون معاملة عام 2020 إلى 153 مليون معاملة عام 2021 ثم إلى 355 مليون معاملة في هذا العام حتى تاريخه ومن هذا يتضح أننا نعمل على تنمية اقتصاد المعرفة حيث أنه هو الاقتصاد عالي القيمة والذي يعمل على تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات العالية القيمة وهي أولوية قصوى في سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولذلك قامت الهيئة بإعداد استراتيجية متخصصة في تنمية صناعة التعهيد. وهذه الاستراتيجية لخمس سنوات من عام 2022 إلى عام 2026. وهذه المدخلات ومدخلات هذه الاستراتيجيه بناء على توجيهات معالي الوزير كانت العمل على خلق فرص عماله كثيفه وايضا خلق فرص عمل متميزه عاليه القيمه تتدرج حتى نبلغ الذروه في التصميم الالكتروني والبرمجيات المدمجه ولذلك احنا قمنا بتحليل في هذه الدراسه بالتعاون مع احد كبريات بيوت الخبره في العالم عنصري الطلب و العرض وحيث ان عنصر الطلب كان الدول التي لديها اكثر طلب في خدمات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات التي عليها الطلب في خلال الخمس سنين القادمه. وكذلك درسنا العرض الذي يتمثل في مهارات شبابنا وحددنا الفجوات الموجوده في الخمس سنين القادمه وبناء عليه قمنا بتصميم برنامج تدريبي لتنميه مهارات هؤلاء الشباب. وهذه الدراسه قامت ايضا على ثلاثه محاور. المحور الاول هو الترويج والتسويق عالميا لمصر وكذلك محليا لفرص العمل في مجال التعهيد. وفي هذا قمنا بتطوير علاقات مع المستثمرين والمحل والمحللين الدوليين مصدري النشرات الدوريه في سوق التعهيد والذين يروجوا لمقاصد التعهيد عالميا. كذلك قمنا بمساعدة الشركات في إعداد دراسات الجدوى عن مصر وعن السوق المصري، كما شاركنا في العديد من الفعاليات العالمية التي تهتم بسوق التعهيد. وكذلك قمنا بالتعاقد بالتعاق مع بيت خبرة عالمي في مجال التسويق الرقمي للتسويق لمصر عالميًا، وقمنا أيضًا بالتعاقد مع بيت خبرة محلي للتسويق لصناعة التعهيد ووظائف التعهيد في أوساط الشباب المصري. المحور الثاني خاص بتطوير بيئة الأعمال ومناخ الأعمال وفي قمنا بدراسة الكلفة الكلية للاستثمار في مصر مقارنة بعشر دول أخرى في نفس المجال وبناء عليه قمنا بتصميم برنامج حوافز يقدر أنه هو يكتزب مزيد من الاستثمارات لمصر ويضمن ان الكلفه في مصر تبقى دايما منافسه عالميا. كذلك قمنا بعقد لقاءات دورية مع رؤساء الشركات، لقاء دوري كل ربع سنة بحيث إن إحنا نستمع إلى مشاكلهم نعمل على حلها ونحيطهم علماً أيضاً ببرامج الجديدة التي نطلقها حتى يستفيدوا منها. كذلك قمنا بعقد العديد من فرص التشبيك واللقاءات في الجامعات للترويج لفرص العمل بنروح نعمل لقاءات في الجامعات مع الشركات علشان نعرض فرص العمل الموجودة في مجال التعهيد. والمحور الثالث وهو الاهم هو تطوير المهارات لانه بدون ودون مهارات لن يوجد استثمار في مصر، فالمحور الاساسي هو تطوير المهارات. وبناء عليه احنا اطلقنا المرحله الثانيه من مبادره مستقبلنا رقمي بعد ما عززناها بمتطلبات السوق العالمي في مجال التعهيد في الخمس سنين القادمه، كما قمنا باطلاق برامج لتعليم الشباب على اللغات الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه وكذلك المهارات الناعمه من مهارات الاتصال والعمل في فريق والقياده وما الى ذلك واستلزم هذا مننا ان احنا نعيد في الهيئه اعاده الهيكله حتى نستطيع ان نوجد الكوادر القادره على التعامل مع الاستراتيجيه ومع الشركات الدوليه وبالفعل احنا ردينا فريق متميز بيعامل الشركات المستثمرة في مصر على أنها عملاء وبالتالي قادر على التواصل معهم وتنمية استثماراتهم وجذب المزيد من الاستثمارات في أثناء التنفيذ أيضا كان مهم جدا المتابعة ولذلك إحنا كنا بصفة دورية في اجتماعات مع معالي الوزير للمتابعة على الأقل مرة كل أسبوعين عشان نتابع النتائج بنعمل عملية مسح مع الشركات عشان نتأكد من تحقق الوظائف وعمليات التوظيف المتعقد عليها الحقيقة احنا ما نشهده اليوم هو حصاد العام الأول من تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة والنتائج تشهد بأن هناك فرصة حقيقية لمصر بالذات في المتغيرات العالمية سواء بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى تصارع عمليات التحول الرقمي بعشر أضعاف مما كانت عليه قبل أو في الأجواء الحالية العالمية التي دفعت العديد من الشركات إلى النظر في تنويع مصادر استثمارها وفي وجهات استثمارها وده بيدي فرصة متزايدة لنا في مجال التعهيد في النهاية أنا بحب أشكر لمعالي الوزير الدكتور عمرو طلعت على رعايته لهذه الاستراتيجية وتوجهاته لنا وأحب أشكر فريق العمل المميز في الهيئة على روحهم الدؤوبة والعمل بروح الفريق الواحد فشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله كل الشكر المهندس عمر محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على هذه الكلمة يعد من ابرز مستهدفات استراتيجيه مصر الرقميه لصناعه التعهيد هو مضاعفه صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وتسريع نمو اقتصاد المعرفه لتتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء دوله عصريه حديثه تستثمر في ثروتها البشريه وتتبنى التكنولوجيات الرقميه لدفع عجله النمو الاقتصادي وتحقيق التحول الى مجتمع رقمي متكامل وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآن ندعو معالي دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليلقي كلمته بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأستاذ الدكتور مصطفى بولي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة السفراء الحضور الكريم برحب بحضراتكم فندم في مركز ابداع مصر الرقميه بقصر السلطان حسين وبستاذنكم في شرح موجز لاستراتيجيه وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن خطه الدوله المصريه لبناء مجتمع رقمي متكامل بناء مصر الرقميه استراتيجيه الوزاره فندم تستهدف ثلاث ركائز اساسيه الاولى ان نقدم لمواطنينا دوما خدمات حكوميه سهله ميسره بسبل مختلفه تناسب كل اطياف المجتمع وبشكل يمكننا من حوكمه قدرات الحكومه وطريقه ادائها لاستحقاقات مواطنينا المرتكز الثاني للاستراتيجيه هو الخدمات المتعلقه بالاتصالات أن نقدم خدمات اتصالات على مستوى عالي من الكفاءة والثبات والانتشار والاستقرار. ثم المرتكز الثالث الذي سأبدأ بعد إذن حضراتكم في شرحه وهو إنتاج فرص عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع يتزايد من شبابنا ويتنوع في خلفيات الشباب الذين نستهدفهم وشرائحهم وقدراتهم. من اجل هذا وضعنا استراتيجيه للتنميه البشريه وبناء القدرات الرقميه لقطاع ضخم من الشباب المصري. هذه الاستراتيجيه تقوم على محورين اساسيين، محور التدريب ومحور رعايه الابداع وتحفيز الفكر الخلاق والاداء الابتكاري. يعني لو بدات يمكن بمحور التدريب لانه يعني اكثر تعلقا بما نحن بصدد اليوم الحقيقه منذ بدات الحكومه المصريه في وضع منهاج بناء القدرات وبناء الانسان المصري كان لابد ان نطلق مصفوفه باتت تتسع وتتنوع من مبادرات التدريب وتنميه القدرات الرقميه. ولكن كان يتعين علينا قبل ان نبدا في الانتشار واطلاق هذه المصفوفه من المبادرات ان نضع استراتيجيه لتتكامل المبادرات على تنوعها وتتساند مع بعضها وتكون اهدافها دوما متضافره من اجل الهدف آه الذي آه حاولت أن أشرحه وهو خلق فرص عمل آه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لذا وضعنا استراتيجية من ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول هو التنوع والتخصص. أن آه دوما نطلق مبادرات آه في آه آه تخصصات آه هي آه الأهم والأكثر طلبا في سوق العمل ليس فقط المصري ولكن الاقليمي والدولي. لدينا مبادرات تدريبيه في مجالات كتصميم الدوائر الالكترونيه ويقترن بها طبعا تصميم وبناء البرامج المدمجه. هذان التخصصان في منتهى الاهميه في صناعه السيارات وكافه الصناعات الالكترونيه. لدينا مبادرات في بناء التطبيقات وتصميم وبناء المنصات الرقميه ويتعلق بها ايضا مبادرات تدريبيه لاختبار هذه البرامج والتاكد من فعاليتها. لدينا مبادرات طبعا في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي منظومات الذكاء الاصطناعي تتطلب حجما ضخما من البيانات لذا اطلقنا ايضا مبادرات لتدريب قطاع من شبابنا على تصنيف وتبويب البيانات تمهيدا لاستخدامها في منظومات الذكاء الاصطناعي كذا مبادرات متعلقة بالأمن السيبراني والتسويق الرقمي وغيرها من التخصصات الهدف هو أن نحاول أن نوجد تخصصات تناسب كل شرائح شبابنا بمختلف خلفياتهم الأكاديمية والتعليمية والعملية أيضا العنصر الثاني في هذه المحددات التي تحوكم استراتيجيه بناء القدرات التي ننتهجها وننفذها كان منهجيه تصميم متكامله. هذه المنهجيه هي بالفعل الاطار الحاكم لكل المبادرات التي تطلقها وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اول ما تقوم عليه هو الشمول. ان كل ما نطلقه من مبادرات ينبغي ان يصل لكل شبابنا في مختلف انحاء الجمهوريه وان يكون في متناول كل شاب وشابه ايا كان الاقيمه الذي يقطنه فرصه لكي يحصل على هذه الفرص التدريبيه ايضا الشمول من وجهه نظر الشرائح بمعنى ان هناك منظومات تدريبيه بالشكل التقليدي فصل ومتدربين ومدرب هناك منظومات تدريبيه رقميه لمن يرغب في ان يوائم ما بين اعباء الدراسه والعمل او الالتزامات الاسريه والاجتماعيه وتحصيل التدريب هناك مبادرات تمزج ما بين الاسلوبين الهدف هو ان نوجد اسلوب تدريبي لكل شرائح مجتمعنا النقطه الثالثه الحقيقه اللي بنفخر بيها هو التوازن النوعي نفخر انه اكثر من 40% من المستفيدين من المبادرات التدريبيه التي نطلقها من الاناث ونسعى دوما لتشجيع المزيد والمزيد من السيدات للاقبال على هذه المبادرات التدريبيه. اخيرا وليس اخرا دمج ذوي القدرات الخاصه. دوما كل المنصات التي تحوي المحتوى التدريبي الذي نطلقه تكون مجهزه وممكنه لذوي القدرات الخاصه لدمجهم و يعني استقلاليه على قدرتهم على ممارسه الحياه والعمل. العنصر الثاني هو الجوده. لكي نضمن الجوده لهذه المبادرات التدريبيه من حيث طرق التدريب ومن حيث المناهج والمواضيع دوما نسعى لعقد شراكات مع الجامعات العالميه المرموقه او الشركات الرائده في المجالات التي نتيح فيها التدريب بحيث دوما نضمن جوده وتمام واكتمال هذه المنظومات من حيث طرق التدريس ومن حيث ايضا المحتوى. النقطة الثالثة التخصص وقد حاولت ان اشرحه في الشريحة السابقة دوما نسعى للتخصصات الاكثر طلبا ثم الخبرة بمعنى ان كل المبادرات التدريبية يقترن فيها المحتوى التقني النظري بفرص للتدريب العملي في الشركات العالميه والمحليه التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تستضيف هؤلاء الشباب لكي يتحصلوا على خبره عمليه تمتزج مع التدريب التقني الذي يتلقونه في تلك المبادرات ثم الملكات الشخصيه والقدرات على العمل الجمعي والعرض وتنظيم الأولويات وغيرها من المهارات الشخصية التي أمس سوق العمل يتطلبها جنبا إلى جنب مع المهارات التقنية الهدف هو أن نبني مهنيين متكاملي القدرات قادرين على المنافسة بفعالية واقتدار في سوق العمل المرتكز الثالث الحقيقة هو مسار تدريبي متكامل ومتنوع يناسب كل شرائح آه شبابنا بدءا من مبادرات تدريبيه آه آه لطلبه الصف الاول الاعدادي والمرحله الاعداديه والثانويه باكملها. لدينا مدارس آه تبدا من الصف الاول آه الثانوي لمدارس وي لدينا ست مدارس آه بها آه آه مجموعه من مبادرات آه التدريب آه والتعليم آه المهني لشبابنا لمن يرغب في الالتحاق بسوق العمل بعد التعليم المدرسي. لدينا مجموعه اخرى من المبادرات لخريجي الكليات غير المتخصصه في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمن يرغب في تحويل مساره العملي والمهني الى قطاع التكنولوجيا ولدينا مجموعة من المبادرات عميقة التخصص لخريجي كليات هندسة الحاسبات وعلوم حاسبات لمن يرغب في صقل مهاراته وأيضا لدينا تعليم أكاديمي متخصص من خلال جامعة مصر المعلوماتية أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا الهدف كما قلت هو أن نتيح فرصة تدريبية لكافة شرائح شبابنا من مختلف الخلفيات وفي كافة أنحاء الجمهورية. يعني كما حاولت أن أشرح نفخر بشركائنا الدوليين الذين نتشارك معهم في تقديم هذه الحزمة الثرية المتنوعة من المبادرات التدريبية. لدينا مجموعة من الجامعات رفيعة الشأن من مختلف دول العالم المتقدم. نتشارك معها في إتمام العملية التعليمية لدينا أيضا مجموعة ضخمة من الشركات العالمية الرائدة في كافة أطياف الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات أيضا نتعاون معها في مبادراتنا التدريبية يعني نفخر الحقيقة أنه حين بدأت الحكومة المصرية هذا البرنامج أو هذه الاستراتيجية قبل أربع سنوات في السنة المالية 18 19 كانت موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتدريب 50 مليون جنيه. وكنا نستهدف تدريب 4000 متدرب سنويا. اليوم في العام المالي الحالي موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتدريب بلغت مليار و300 مليون جنيه. بزيادة 26 ضعف عما كانت عليه قبل اربع سنوات فقط. وعدد المتدربين الذين نستهدفهم يبلغ 225 ألف متدرب في هذا العام المالي بزيادة 56 ضعف عن ما كانت عليه قبل أربع سنوات حيالما لما بدأنا هذه الاستراتيجية كان لدينا أكثر من هدف نسعى إلى تحقيقه الهدف الأول هو أن ننتج جيلا متخصصا كما قلت في كل اطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع ان ينفذ مشروعات التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومه المصريه في كافه وزاراتها واجهزتها وهيئاتها وهذه المصفوفه من مشروعات التحول الرقمي تتصارع خطاها وتتسع في كل الوزارات والهيئات الحكوميه وهذا هو توجه الدوله ان نرقمن كل اعمالها وخدماتها التي تقدمها لمواطنينا ولكن كان هناك اهداف اخرى يمكن الهدف الثاني الذي بدانا نسعى اليه مع يعني توفيقنا باذن الله في التوسع في التدريب وبناء القدرات كان الاتجاه الى التصدير من خلال قطاع المهنيين المستقلين او فريلانسرز كما يسمونهم بدانا في تشجيع اعداد اكبر من شبابنا على الالتحاق بقطاع المهنيين المستقلين لتصدير خدمات رقميه والالتحاق بعمل في اسواق اخرى بينما يقطنون في مصر وبدا بالفعل عدد هؤلاء يزداد بوتيره اخذت تتصارع وحجم التصدير الذي يحققونه ايضا اخذ في النمو المضطرد وهذا يعني ما ادى الى المرحله الثالثه التي نحن بصددها اليوم في سياق هذه الفعاليه وهو الانتقال من التصدير بشكل فردي الى تصدير بشكل مؤسسي وسياق جمعي من خلال التوسع في مراكز التعهيد التي تقيمها الشركات العالمية في مصر أو التي كانت بالفعل موجودة ولكن أخذ في التوسع والنمو وازدياد الأنشطة والتخصصات كلا النشاطين في منتهى الأهمية ويعني كما قلت بالفعل ننتقل من مرحلة التصدير الرقمي بشكل فردي ومشخصا إلى مرحلة التصدير الجامعي المؤسسي نستهدف الحقيقة في هذه المنظومة كل خدمات الرقمية والصادرات التي يمكن أن تصدر من مصر من إجراءات أعمال الشركات أو بدءا من مراكز الاتصال الصوتية مراكز الاتصال النصية الشؤون القانونية الموارد البشرية المشتريات وغيرها من اعمال الاداره التي تعهد بها شركات الى شركات اخرى لتنفيذها نيابه عنها ايضا نسعى لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من بناء منظومات برمجيه بناء مواقع وغيرها من النظم كذلك كل ما يتعلق بخدمات البحث والتطوير كما قلت كالبرامج المدمجه او التصميم الالكتروني وغيرها مما يندرج تحت شريحه البحث والتطوير النهارده باذن الله دوله رئيس الوزراء سيشرفنا بان يشهد توقيع اتفاقيات لواحد وعشرين شركه عالميه قائمه في مصر لديها خمسه وعشرين مركز تعهيد كانت قد اتخذت قرارا باقامتها في الماضي واليوم نوقع معها اتفاقيات لتوسيع وتنميه مراكز التعهيد هذه لكي يزداد نشاطها وقدراتها التصديريه وفرص العمل التي تنتجها. ايضا ان شاء الله سنوقع اتفاقات مع ثمان شركات عالميه رائده ستبدا نشاطها التعهيدي في مصر باقامه عشر مراكز تعهيد جديدة في مصر حقيقة أرى في يعني الشريحتين أمرين إيجابيين في الشريحة الأولى هي شركات كانت قد اتخذت قرارا في السابق بإقامة مراكز تعهيد لها في مصر ثم جذبها الحراك التدريبي والخطط التنموية التي اخذت تتصارع ونتج نتج عنها ازدياد مضطرد في الكفاءات والكوادر مما جذبها لتوسيع مراكزها وتنميه قدراتها في مصر. الامر الثاني هو شركات ايضا لفت نظرها هذا الحراك التدريبي و يعني وفرت القدرات والخبرات والكفاءات في مختلف تخصصات التكنولوجية ومن ثم رأت في السوق المصري ما يجذبها لإقامة مراكز تعهيد جديدة لها في مصر الأمر الثالث أيضا الذي ربما يعني يسوغ لي أن أوجه نظر حضراتكم له هو تنوع جنسيات هذه الشركات التسعة وعشرين حيث تنتمي إلى إحدى عشرة دولة مختلفة إحدى عشرة دولة تضم المراكز الرئيسية لهذه الشركات التسعة وعشرين هي كلها كما تلاحظون حضراتكم من الدول بالغة التقدم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورغم هذا رأت في السوق المصري ما يجذبها لإقامة مراكز تعهيد لها مما يكرس بالفعل حقيقة أن السوق المصري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات جاذبا ل 29 شركة رائدة من 11 دولة مختلفة لإقامة 35 مركز تعهيد أو توسيع مراكز تعهيد قائمة له إن شاء الله هذه المراكز ستنتج فرص عمل ستتزايد حتى تبلغ ما لا يقل عن 34 ألف فرصه عمل جديده بحلول عام 2025. هذه الموارد البشريه ال الف باذن الله ستبدا في انتاج صادرات رقميه ستتزايد حتى تبلغ ما لا يقل عن مليار دولار اضافي سنويا من الصادرات الرقميه. يمكن انتقل في عجاله الى المرتكز الثاني في استراتيجية بناء القدرات وهو رعاية الإبداع رعاية الإبداع هي تقوم على تحفيز عدد أكبر من رواد الأعمال وتشجيع قطاع أرحب من شبابنا على إقامة مشروعات وإنشاء شركات. بدأنا أيضا نحذو نفس الحذو بالشراكة مع جهات سواء جامعات أو شركات عالمية خبره بهذا التخصص وقسمنا مراحل نمو الشركات وتطورها الى ست مراحل مختلفه، ثم تعاقدنا مع هذه الشركات والجامعات لكي نتشارك معها في كل مرحله من المراحل حسب تخصصها وحسب قدراتها بحيث دوما نستفيد مما هو يعني افضل واحسن من كل من هذه الشركات ايضا مع جامعه ام اي تي المرموقه وضعنا استراتيجيه لتحفيز رياده الاعمال وبناء القدرات الابتكاريه بدانا ايضا في انشاء مراكز ابداع مصر الرقميه كان لدينا ثلاث مراكز في القاهره وبرج العرب واسيوط في يوليو الماضي شرفنا بافتتاح فخامه رئيس الجمهوريه لثمان مراكز جديده ضمنها قصر السلطان حسين كامل الذي تشرفوننا حضراتكم في هذا المساء حاليا ننشئ 12 مركز جديد في 12 محافظه جديده ان شاء الله تبدا في التشغيل في النصف الاول من العام القادم ثم تاتي المرحله الثالثه سبع مراكز في سبع محافظات. الهدف هو ان يكون لدينا مركز تدريب وحاضنه ومركز مسرعات اعمال في كل محافظه من محافظات الجمهوريه. ان شاء الله 30 مركز بكلفه استثماريه قدرها 5 مليار جنيه في خلال العامين القادمين. امام حضراتكم صور لهذه المراكز سواء ما افتتح منها ويعمل بالفعل او ما هو تحت الانشاء وان شاء الله يفتتح في النصف الاول من العام القادم. انتقل بعد اذن حضراتكم الى المرتكز الثاني في الاستراتيجيه وهو خدمات الاتصالات التي نسعى دوما لتحسينها وتقديمها بصورة كفء وثابتة وننشرها على مستوى الجمهورية الحقيقة الخطة بدأت منذ أخريات عام 2018 لتحديث ودعم وتوسيع شبكة الانترنت الثابت بموازنه قدرها 100 مليار جنيه، نفذنا المرحلة الأولى والثانية بكلفة قدرها 60 مليار جنيه، ونحن الآن ننشغل بالمرحلة الثالثة من هذه الخطة. أيضا يجري ربط كل المباني الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية بشبكة ألياف ضوئية لتتبادل البيانات فيما بينها بما بمثابة العمود الفقري للحكومة الرقمية وثلاثين ألف مبنى ستربط بشبكة كوابل الياف ضوئية انتهينا بالفعل من عشرين ألف منها وجاري استكمال الباقي كلفة هذا المشروع 7 مليار جنيه ثم المشروع يعني العملاق والأطقم في تاريخ مصر التنموي وهو مشروع حياه كريمه الذي نطلع من خلاله بربط كل منازل القرى المصريه بشبكه الالياف الضوئيه. اكثر من 3.5 مليون منزل يقطنها اكثر من 58 مليون مواطن مصري ستصل اليهم شبكات الانترنت فائق السرعه. الحقيقه يعني ما يهمني أن أركز عليه في هذا الصدد انه حين شرعت الحكومة المصرية في إعداد مشروع لتوفير المرافق والخدمات التي تكفل للمواطن المصري حياة كريمة لم يقتصر نظر الحكومة المصرية على الصرف الصحي والماء النقي والكهرباء فقط، وإنما ترى الحكومة المصرية أن الإنترنت فائق السرعة خدمة ضرورية لكي نوفر لمواطنينا حياة كريمة وهذا يؤكد رؤية الحكومة المصرية وإدراكها لأهمية الرقمنة والتكنولوجيا للمزيد من التنمية في كافة قطاعات الدولة وليس فقط في قطاع الاتصالات الحقيقة أن هذه البنية التحتية المعلوماتية أيضا لها أثر نرى إيجابي في سياق يعني ملف التعهيد الذي نحن بصدده اليوم، لأنه لا يمكن للشركات العالمية أن تقبل على إقامة مراكز تعهيد لها في مصر دون أن تتأكد من أن هناك بنية تحتية رقمية قادرة على أن تستوعب حجم العمل الذي يخططون له دون أي اضطراب أو توقف، والحمد لله إنه خلال يعني سنتي الجائحة كثير من الشركات طبعا لجأت إلى سياسة تشغيل الموظفين من منازلهم والحمد لله أن شبكة البنية التحتية الرقمية استطاعت أن تستوعب بكفاءة تامة كل أحجام العمل التي تضاعفت مع بدء الجائحة يعني في عجالة شديدة أنتقل للمحور الثالث وهو الخدمات الحكومية الموصلة والمحوكمة في يوليو الماضي تفضل السيد الرئيس بإطلاق منصة مصر الرقمية كان عليها حين أطلقت حوالي 130 خدمة حكومية اليوم تضم أكثر من 165 خدمة حكومية مرقمنة بالكامل تتاح لمواطنينا بسبل مختلفة تناسب كل اطيافهم. هذه الخدمات يعني تم اتمتتها بالتعاون مع الجهات والوزارات المقدمة لهذه الخدمات، ومن ثم محور هذه الخدمات هو الجهة التي تقدمها. الان ننتقل الى المرحلة الثانية من بناء مصر الرقميه وهو الخدمات التي تتمحور حول المواطن، ومن ثم بدأنا مشروعا ضخما يضم 15 محور من الخدمات تضم مصفوفه الخدمات المتجانسه بغض النظر عن الجهات المقدمه لها، فمثلا لدينا محور لكل ما يتعلق بخدمات الحمايه الاجتماعيه او بخدمات التعليم أو بخدمات إنفاذ القانون والعدالة الرقمية هي إذا محاور خدمات متمحورة حول المواطن وليس حول الجهة بدأنا بأربع محاور وإن شاء الله نستكمل المحاور الخمسة عشر في خلال الفترة القادمة بكلفة إن شاء الله خمسين مليار جنيه يعني أختم الحقيقة بمؤشرات سريعة ربما تعكس اداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحمد لله خلال السنوات الاربعه الماضيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو بنسب تتراوح ما بين 15 و17% الحمد لله هو القطاع الاعلى نموا بين كل قطاعات الدوله اليوم في مجلس الوزراء زميلاتي معالي وزيره التخطيط آه آه عرضت نتائج الربع الاول من العام المالي الحالي، لازال الحمد لله آه قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات يتصدر النمو بنسبه 16.4% آه بزياده عن آه الربع الاول من العام آه المنصرم. آه ايضا في آه يوليو في الماضي في افتتاحات آه وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات يعني شرفت بإعلان أن مصر قفزت من المركز الأربعين في متوسط سرعة الإنترنت الثابت عام 2019 إلى المركز الأول. اليوم الحقيقة يعني يشرفني أن أعلن مؤشرا آخر أحرزنا فيه تقدما وهو مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الذي يصدره البنك الدولي. في عام 2018 كانت مصر مصنفة في الشريحة جيم بين دول العالم الأكثر جاهزية للحكو... التي حكومتها الرقمية أكثر جاهزية. في عام 2020 أصدر البنك الدولي تقريرا وجاء تصنيف مصر في الشريحة به قبل أيام قليلة أصدر البنك الدولي تقريره عن عام 2022 الحمد لله مصر قفزت الى الفئه الاعلى الفئه الف ضمن اعلى 20 دوله في العالم في مؤشر جاهزيه الحكومه الرقميه. دوما باذن الله تظل مصر في المقدمه وفي القمه وفي الصداره. اشكركم شكرا جزيلا. كل الشكر معي الوزير دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذه الكلمه وهذا العرض الثري. في الواقع كل هذه المسائل الحثيثه لتعزيز رياده مصر العالميه في صناعه التعهيد وتنميه الاستثمارات الاجنبيه في هذه الصناعه عاليه القيمه لم يكن لها ان تترجم على ارض الواقع لولا دعم كامل من الحكومة المصرية التي تحرص دوماً علي توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وإدماج القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري بالإضافة إلى جهودها في تهيئة المناخ الملائم لنمو صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحفز لتسريع وتيره التحول الرقمي لبناء, لبناء اقتصاد تنافسي قوي والان ندعو دوله رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي لالقاء كلمته فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اصحاب السعاده السفراء الساده مسؤولي وممثلي الشركات العالميه السيدات والساده الحضور الكريم. يسعدني التواجد معكم اليوم في هذا الجمع الكريم والمتميز من شركات تكنولوجيا المعلومات ومقدمي خدمات الاعمال والتعهيد العالميه. التي حرصت على ضخ استثمارات جديدة في هذه الصناعة الحيوية سواء من خلال التواجد لأول مرة في السوق المصري أو التوسع في نطاق أعمالها القائمة وتصدير خدماتها لأكثر من مئة دولة حول العالم انطلاقاً من مصر كما يسرني أن يكون لقائنا اليوم في ظل هذه الأجواء الإبداعية التي يزخر بها مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل والذي يعكس جهود الحكومه المصريه لتمكين الشباب وتوفير المناخ المحفز للابتكار الرقمي ورعايه ودعم رياده الاعمال انما نشهده اليوم يعد دليلا واضحا على جاذبيه مناخ الاستثمار في مصر بفضل الجهود التي تبذلها الدوله المصريه والتزامها بتطوير سياسات الاقتصاد الكلي لتيسير إجراءات الاستثمار الأجنبي بشتى صوره وأنواعه وكذلك تحفيز الشراكات البناءة بين القطاعين العام والخاص وإدراكا من الحكومة المصرية بأن زيادة حجم الاستثمارات يعد واحدا من أبرز الملفات ذات الأولوية فقد تبنت الحكومة رؤية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية متطورة يتم من خلالها تقديم حوافز وتسهيلات وتذليل الاجراءات امام المستثمرين، وتوفير اطار تشريعي داعم لنمو الاستثمارات الاستثمارات الاجنبيه. وفي ضوء التقارير الدوليه التي تشير الى انه من المتوقع ان تحقق مصر معدلات نمو جيده، ياتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كاحد اهم القطاعات الحيويه الدافعه لهذا النمو. وركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية الدولة في التحول الرقمي. ولقد حرصت الحكومة على تهيئة المناخ الاستثماري الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال انتهاك عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية التي تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين وتحفيز الشركات على الاستثمار كما نستثمر في تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقرى مصر ضمن المراحل الثلاث لمبادرة حياة كريمة كذلك تم البدء في انشاء مدينه المعرفه في العاصمه الاداريه الجديده وفقا لاحدث التقنيات العالميه لتكون بمثابه موطن للابداع الرقمي ومجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات يتم من خلاله توفير البيئه الجاذبه للاستثمارات في صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلق منظومه متكامله لتنميه الصناعات عاليه التقنيه لا سيما المتعلقه بتصميم الالكترونيات والبرامج المدمجه، فضلا عن توفير البرامج المتعلقه ببناء القدرات الرقميه ودعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمه. السيدات والساده الحضور، بالاضافه الى ما سبق، تتخذ الحكومه كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين والشركات الناشئه، وريادة الأعمال حيث يتم تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلي لها فضلا عن الموافقة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلا من خمسين ألف جنيه وفي إطار الحرص على وضع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زياده تنافسيه ومرونه الاقتصاد المصري تم عقد المؤتمر المصري مصر 2022 الذي اثمر عن مجموعه من التوصيات ومنها ما يتعلق بتنميه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ياتي من ابرزها تحفيز البحث والتطوير واطلاق برنامج للتدريب وتاهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبه بسرعه كبيره وجوده عاليه وبإشراف خبراء من الصناعه، وكذا إنشاء منطقه اقتصاديه خاصه بصناعه تكنولوجيا المعلومات، وتبني آليه القائمه البيضاء لتسجيل الشركات العامله بها، حيث من المقرر إقامه هذه المنطقه في مدينه المعرفه بالعاصمه الاداريه الجديده، كما شملت توصيات المؤتمر توطين صناعه تكنولوجيا المعلومات. والحلول الإلكترونية وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة والبناء على الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية. الحضور الكريم تعد اتفاقيات التعاون التي سيتم توقيعها اليوم تأكيدا على ما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري من فرص استثمارية واسعة في ضوء ما يشهده من معدلات نمو مرتفعة على مدار أربع سنوات متتالية كما تعد تأكيدا على المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر والتي أهلتها لتكون محط أنظار وبؤرة اهتمام الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود في ظل جهود الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد ومضاعفة حجم الصادرات من هذه النوعية من الخدمات على النحو الذي يسهم في زيادة مصادر الدخل القومي المصري من العملة الصعبة. وإيمانا من الحكومة المصرية بأن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة عقول وأن الشباب المصري هم ثروة مصر الحقيقية فاننا نعمل على تعظيم الاستفاده من الامكانات التي تتوحيها، تتيحها هذه الصناعه في توفير فرص عمل كثيفه للشباب ذات قيمه مضافه عاليه كما نثق في قدرات شبابنا الواعد وما يمتلكونه من مهارات وطاقات خلاقه تؤهلهم لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءه وحرفيه والاعتماد عليهم في تصدير الخدمات العابره للحدود لعملاء الشركات العالميه في مختلف الاسواق ومن هذا المنطلق فان الحكومه المصريه لا تدخر جهدا نحو توفير كافه الامكانات لابنائنا الشباب لتمكينهم من ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف اعداد كوادر رقميه متميزه في كافه التخصصات تقود التحول الرقمي وتدعم الصناعه في مصر والاسواق الاقليميه والدوليه. وادراكا منا لتداعيات الثوره الصناعيه الرابعه واثرها المتوقع على سوق العمل فقد حرصنا على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل من خلال محورين اساسيين وهو تطوير منظومه التعليم وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم في التخصصات التقنيه المختلفه وفقا لافضل المعايير العالميه في التدريب بالتعاون مع كبرى الشركات العالميه الى جانب دعم الانشطه المحفزه على الابتكار الرقمي ورياده الاعمال الحضور الكريم في ختام كلمتي اود ان اؤكد على ان الدوله تفتح ذراعيها لاي استثمارات جديده جاده تحقق قيمه مضافه واستفادة متبادلة لجميع الأطراف، كما أعرب عن سعادتي بهذا العدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها اليوم مع 29 شركة عالمية من مختلف الجنسيات، وما ستستثمره وما ستثمره هذه الاتفاقيات من توفير أكثر من 34 فرصة عمل للشباب المصري من مختلف المحافظات، لخدمه الاسواق العالميه بقيمه تصديريه ستصل الى مليار دولار سنويا وكل امل ان يكون هناك لقاء اخر قريبا يتم من خلاله الاعلان عن توسعات جديده في حجم الاعمال وتوفير عدد اكبر من فرص العمل المتميزه لشبابنا شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل الشكر دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. والان ندعو دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت والساده ممثلي الشركات العالميه للانتقال الى قاعه توقيع الاتفاقيات داخل قصر السلطان حسين كامل. ونرجو من الساده المدعوين الانتظار ويمكنكم مشاهده مراسم التوقيع من خلال بث حي على شاشه المسرح. شكرا لحضراتكم.

And now we're witnessing the signing of agreements between the Information Technology Industry Development Agency and Amazon Capgemini Atos Advances. الآن نشهد توقيع اتفاقيات بين هيئة تميّت صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وشركات Crossworkers, Concentrics, Dell Technologies, Evolvis. and now we're witnessing the signing of agreements between the Information Technology Industry Development Agency and Crossworkers, Concentrics, Dell Technologies, Evolvis. الآن نعلن بدء توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وشركات إكسبليو، هانيوال آي بي إم ومجد الفطيم للحلول الشاملة. And now we announce the signing of agreements between the Information Technology Industry Development Agency and Expleo, Honeywell, IBM, and Majid Al Futim الآن مع توقيع اتفاقيات بين هيئة تمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا وميابال ماجورال مايكروسوفت مايكرو وايز. أناو now we are witnessing the signing of agreements between the Information Technology Industry Development Agency and ميابال ماجورال مايكروسوفت and مايكو وايز. والآن نشهد توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا مع كل من بيبسيكو، نورتال، بي دبليو سي، And now we're witnessing the signing of agreements between the Information Technology Industry Development Agency and PepsiCo, Nortal, PwC, SciTech. والآن مع توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أتيدا و سايتل ساثرلاند تاكماهندرا و تريميتس و Information Technology نشاهد Development Agency اتيدا و سايتل

بنشكر حضراتكم جميعا ودي كانت نهايه توقيع الاتفاقيات بين هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات ايتيدا وعدد من الشركات العالميه